النجمتان حكاية من التراث الصيني القديم. هاتان النجمتان هما النسر الطائر والنسر الواقع، إنهما لا تلتقيان إلا مرة واحدة في السنة، فلماذا يحصل هذا؟ هذه القصة سوف تشرح لكم السبب. منذ زمن بعيد عاش رجل فقير جدا في منطقة نائية. كان الرجل يعتني عناية تامة بثور عجوز، لذلك أطلق عليه النسر الطائر. حسنا يا صديقي، دعنا نأخذ قسطا من الراحة. هل أعجبك صوت الناي أيتها الحمامة؟ من أنت؟ من؟ أنا اسمي فيكا، أعيش في أعالي الجبال. لقد جذبني عزفك الجميل على الناي فأتيت إليك. أحقا أعجبك عزفي؟ شكرا على إطرائك لي، يا لك من فتاة رائعة جدا. أنا؟ ألتير النسر الطائر طلب من فيكا أن ترقص على نغمات آلته الجميلة. شكرا. ألتير، يجب علي أن أعود إلى بيتي ثانية. لقد قضيت معك أوقاتا سعيدة. أرجوك أن تنتظري، أتوسل إليك. أرجوك يا فيكا أن تبقي هنا، لقد أحببتك من أول نظرة. أرجوك أن تتزوجيني، أرجوك. ولكن علي أن أعود إلى أهلي في الحال، أرجوك. لا تذهبي، أرجوك تزوجيني وسأجعلك سعيدة معي. أنت لا تعرف القوانين الأسرية عندنا. أرجوك أتوسل إليك أن تبقي. وبعد الإلحاح الشديد قبلت فيكا أن تتزوج من ألتير. عاش الاثنان في هناء ونعيم. كانت فيكا تعيش في غمرة السعادة والفرح، لذلك فقد نسيت قوانين أسرتها، تلك القوانين التي تحرم عليها الزواج من رجل من غير أسرتها أو بلدتها. هيا استيقظي يا فيكا، هيا. جئت لكي أخذك معي، هيا يا ابنتي. تأخذني معك؟ لكن يا أبي أنا الآن زوجة ألتر، أرجوك. فيكا، هل نسيت قوانين مدينتنا التي نعيش فيها؟ هيا تعالي معي، عودي. أبي، أرجوك. دعينا نذهب بسرعة يا ابنتي، هيا بنا. هيا زوجي ألتر، زوجي. زوجتي. أوه يا إلهي، هيا يا ألتر الحق بهم، فما زال أمامك متسع من الوقت. أنت تتكلم كالبشر؟ طبعا نعم، لا تبالي أبدا، هيا أسرع والحق بها. كيف ألحق بها؟ أخبرني كيف. اترك الأمر لي يا ألتر. ما الذي أتركه لك؟ طلب الثور العجوز من ألتر أن يلبس عباءة الريش التي تركتها فيكا وراءها. كان الثور العجوز يعلم بأن عباءة الريش ستمكن ألتر من الطيران.
لا أسمح لكما بذلك. لا يمكن أن ترتبط امرأة من مدينتنا برجل غريب، أتفهم؟ سأعمل كل ما تطلبه مني، أرجوك بارك زواجنا هذا. ذهبت توسلات ألترسودان، فالقوانين تمنع مثل هذا الزواج. وقد حاول والد فيكا التفكير بطريقة تجعل ألتر يعجل عن قراره في الزواج من ابنته. هذا لي؟ ستكون أغنى رجل إذا أخذت هذه معك وعدت إلى مدينتك يا بني. اسمع، عليك أن تنسى فكرة الزواج من ابنتي، وعليك أن ترحل فورا. أرفض هذا العرض. ماذا؟ ترفض هذه الثروة؟ لا توجد مقارنة بين زوجتي والثروة. الثروة بالنسبة لي كالتراب. يا لك من رجل عنيد جدا، ترفض كل هذه الثروة؟ حسنا، سأجعله يتخلى عن فكرة الزواج من ابنتي. ألتير، المخلوقات التي تعيش هنا وحوش وهي متشوقة للقتل. إذا كنت تريد النفاذ بجلدك فعليك الرحيل. كلا، لن أغادر المكان أبدا حتى توافق على زواجنا. ماذا؟ أنا لا أبالي بالعيش بعيدا عنها، سعادتي بجانب زوجتي، ولن أخاف من أي شيء أبدا حتى لو قتلت. يا لك من عنيد. يا إلهي، ماذا عساي أن أفعل؟ ماذا أفعل؟ أرجوك يا سيدي، أرجوك أن تبارك زواجنا. ألتير، لقد فهمت مشاعرك جيدا تجاه ابنة فيغا. حسنا يا ألتير، هل ستوافق على الزواج يا سيدي؟ شكرا لك يا أبي. اسمع جيدا، عليك أن تقدم كبد الثور مهرا لابنتي، وإلا فإن الحاكم لن يوافق على الزواج أبدا. هل توافق على ذلك؟ كبد الثور؟ نعم، لأنه دواء، دواء يطيل العمر، لأنه ثور يتكلم وهو عجيب جدا. هيا اقتله. أوه يا إلهي، كيف أقتل ثوري؟ ألتر، أرجوك أن تقتلني وتأخذ كبدي. ما هذا الذي تقوله؟ لقد سمعت القصة كاملة وأستطيع أن أتكلم. لقد اعتنيت بي كثيرا، وحتى إذا عشت أكثر من هذا فلا أعتقد أن هناك فائدة من بقائي معك آنذاك. لا تقل شيئا سخيفا كهذا. كلا، إذا كان موتي ينقذك أنت فإن أمنيتي هي أن أموت أنا من أجلك. لذا أرجوك يا ألتر أن تقتلني. ألتر، كن شجاعا واقتلني حالا. هيا. لا أقدر على ذلك، كيف أقتل نفسا بريئة بغير ذنب؟ من المستحيل أن تقتل الثور الذي عاش معك طويلا. يجب عليك أيضا أن تتخلي عن ألتير يا ابنتي. لا يمكن. إذا كنت لا تسمح بزواجنا فسوف أربي نفسي بالنار. انتظري يا فيغا. إذن ستوافق يا أبي، أليس كذلك؟ لا أستطيع أن أكسر قوانين مدينتنا. نعم، إذا كان الأمر هكذا فسأقتل نفسي. فيغا، لا أستطيع أن أمنحك موافقتي للزواج من ألتر، لكني سأسأل الحاكم في مدينتنا كي يسمح لك باللقاء معه مرة في السنة يا ابنتي. ما رأيك بذلك؟ فكرت الزوجة قليلا. إذا قتلت نفسها فإنها لن تستطيع أن ترى زوجها ثانية، فاللقاء معه مرة واحدة في السنة أحسن من ذلك بكثير.
حسنا يا أبي، أرجوك أن تسمح لنا باللقاء مرة في السنة. بعد ذلك اعتاد الزوجان أن يلتقيا مرة واحدة في السنة، وهذا التقليد في الصين يدعى تانا باتا.